اسمع اصوات نعم الاسعاف او ربما سيارات الشرطه يا ساره. لا مو سيارات الشرطه، اذا سيارات مؤيده للسيده لائيس. واسمعي باذنك لو سمحتي، نسمع الأصوات كما ذكرت لك يا سارة، أسمع سيارات وكأنها ربما أصوات إسعاف أو شرطة. طب ماذا عن الأخبار التي قالت أن هناك سقوط أيضا لإصابات في اللاذقية يا سارة؟ هل تؤكدون أو تنفون هذا الخبر؟ لا يا عزيزتي، لا يا عزيزتي، لا نحن من الساعة 11 بالليل لهلا نحن بالشوارع عم ندعي للسيد لئيس. يعني أنا مستغربة من وين بتجيبوا مصادركم؟ يعني أنا هلا بقلب وسيلة التأييد. جمعيات حقوقية وشهود عيان ومراسلين صحفيين ممن تمكنوا من الاتصال بنا يا سارة. شغلة صغيرة إنه هلا اللي عم تحكوا منا يعني درع على أساس هي مو لهجة أهل درع لو سمحتي. يعني هذول الناس عم يحكوا هذان عم يحكوا من بلاد درعا، يعني على اساس انهم درعاويه. نحن سوريين وبنعرف لهجه اهل درعا، كيف عم يقولوا لك انه هذول من درعا وشايفين قدام عيونهم؟ يعني انا مستغربه إذا أنت تشككين بأن من يتصلون بنا هم بالفعل من درعا؟ طيب على الأقل هل هم من سوريا يا سارة؟ يا أختي من سوريا، طب ليش يقولوا إنه من درعا وشايفين يعني دولك يا يعني؟ ولكن أنا يعني عندما تحدثت إلى أحمد وأبو عمار يا سارة، عندما تحدثت إلى كل من أحمد وأبو عمار كنت أيضا أستمع إلى أصوات بمحيطهم تبدو أنها أيضا أصوات تجمعات. لا يا اختي، انا كنت عم بسمع كل حديثهم. اولا اهل درعا ما بيحكوا بهالطريقه، ونحن مستغربين لانه امبارح درعا كانت حيه وقاعده عم تأيد السيد الرئيس. يعني غريبه صراحه. يعني ابقي معي يا ساره لنستمع الى ايمن الاسود من درعا، وربما علك تساعديننا ايضا لمعرفه لهجته اذا كان من درعا ام لا. تفضل يا ايمن. من اين تقدير السيده ساره بلهجه ولاد درعا؟ ولاد درعا نعرف بعضنا واحد اذا حكي بالحوراني يعني الصرف. على كل حال يعني مبروك صفلي لسارة صفلي تحتفل. معلش مبروك لسارة تحتفل بنزيف الدماء في سوريا. معلش. طيب ايمن، تقول ساره انه هناك مظاهرات ايضا مؤيده خرجت يوم امس لبشار الاسد في درعا. هذه المظاهرات المؤيده تلتحمي اخوانهم الاخرين من الشعب السوري، تلتحميهم من سقوط الشهداء ومن الدماء. إذا كان هناك مظاهرات معينة، هذه الزعورة نعرفها من 40 سنة، عندما يخرجون 100 واحد ليغنوا ويقبلوا ويعطوهم السيارات والزمامير وكذا ليظهروا ضجيجا عاليا، هذه الزعورة نعرفها من زمان. الآن في درعا، مشان تفهم السيدة سارة راح تجيب الحوراني. معلش يا ايمن، دعنا نتخطى هذا الجزء من النقاش الان، يعني رديت حضرتك عليه، انقل لي وجهة نظرك. يا سيدتي الان نزيف جديد درعا تنزف، فوران تنزف مجزرة في الصنمين.